السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ معاكم بث مباشر وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة النصف من شعبان اللي هيبقى بكرة إن شاء الله، بكرة السبت 14 شعبان. كل سنة وانتم طيبين. ليلة النصف من شعبان هتكلم معاكم النهاردة عن المشتل أو الحديقة اللي أنا عاملها فوق السطح بتاعي. حاولت اجرب زراعة الفجل اهوت، طبعا كنا عارفين الفجل ليه فوائد كتير قوي، حبيت ازرعه في كياس والحمد لله التجربة ايه بقت تجربة جميلة. ادي كياس الفجل اهيت، طبعا عشان ازرع اول مره ازرع في الاكياس ديت الفجل فكان تقيل شويه، يعني النباتات تقيله مزنوقه، اما الاكياس اللي هي مش مزنوقه او زرعته خفيف فيها هي طلعت بالشكل ده كده، تلاقي النبات كويس وكبير كويس. في كمان زراعة طماطم اهيت، شجر الطماطم الشمس جايبين الصورة، هحاول اجيب لكم الصورة. قد شجر الطماطم ديت دي عمرها حوالي شهر، شجر الطماطم دي عمرها حوالي شهر اهي، طرحة طماطم صغيرة اهيت، حب صغير. طبعا شكل الطماطم ديت انا بزرعها، بجيب الطماطم اللي هي الكبيره الحمراء ديت اصفيها من البذر بتاعها وانشف البذر بتاعها في الشمس يومين ثلاثه وبعد كده بزرعها بيطلع عادي. نفس الطريقه برضو مع الفلفل والشطه، بجيب الشطه اللي هي الحمراء بتبقى الثمره بتاعتها طابت، قرن الشطه او الفلفل بيبقى طيب اللون احمر، بطلع البذر بتاعه اللي جوه او التقوي بتاعته واحطها في الشمس يومين وبعد كده بايه بزرعها بتطلع. بس الشيء اللي فات كان ساعة فشجرة الشطة ديت ايه لسه ما طلعتش قوي. في شجرة شطة تانية اهيت علشان في الشمس على طول فمطلعة قرون صغيرة اهيت، قرن الشطة اهوت. يعني ممكن اي واحد فينا يزرع في اي مكان على السطح، ممكن يزرع شطة، ممكن يزرع طماطم، ممكن يزرع فجل، جرجير، نعناع، ده بجانب طبعا ايه النبات الاهم اللي هو ايه الورد. وادي طريقة الزراعة في الاكياس، دي شجرة ورد ديت زي من نفس الشجرة دي كده ديت، الزهرة لما بيعدي عليها أسبوع أو أكتر بتبدأ تعمل تقاوي زي دي كده، تبدأ تنشف وتطلع إيه تقاوي. الزراعة في الأكياس دي شجرة الوردة اهيت مطلعت تقاوي، التقاوي السمرة ديت اللي بايه بزرعها بحطها في الأكياس، بحطها في الأكياس كده بس ايه وطلع ايه الزهر. ده نعناع، ده نعناع بلدي طبعا عشان الجو برد فبينموش بسرعة، انما لما الجو بيدفي بيبدأ عملية النمو بتكون سريعة. ودي شجرة وردة اهيت، شجرة ورد، شجرة الورد دي بتنزرع بالعقل، بجيب انا الاطراف بتاعتها ديت واقطعها وازرعها،
حضرتك دلوقتي شجر نزرع من قيمة شهر كده، بس الجو كان برد، فبدأ هو دلوقتي الجو بدأ يدفي، بدأ يشتغل اهو. الأطراف بتاعتها اهيت، دي مزرعة بقالي حوالي شهر ديت، طلعت لما بتكبر بتبقى زي ايه الشجرة الكبيرة اللي هي ايه فيها ورد دي. دي الشجرة اسمها جهنمية. جهنمية ليها أنواع كتيرة، في أصفر وفي أبيض ومنها إيه اللون الأحمر ده. ميزة النباتات إن هي بيبقى فيها تقاوي، يعني ممكن تزرع تشتري النبات من المشتل وبعد كده أنت تاخد منه إيه التقاوي بتاعته تزرعها. يعني النبات اللي قدامنا ده بيبقى فيه قرون، القرون الخضرا ديت القرن ده بعد ما بتطيب وبتثمر تاخد تزرعها فبتطلع ايه شتلة زي دي كده، شتلة صغيرة اهيت. كلها نباتات اهي. ده اسم نعناع سعودي، نفس الطعم بتاع اللبان بتاع تشيكليتس. لبان تشيكليتس تحس ان طعمه نعناع، بخلاف الريحه بتاعه النعناع البلدي، دي ريحه مميزه عن النعناع ايه البلدي. طبعا كنا عارفين فوائد النعناع. صباح الفل على كل اصحابي، معلش انا الشمس مزغلله مش شايف الشاشه قوي، فمعلش مش هقدر ايه ارد عليكم. فكل اصحابي اللي بيشاهدون دلوقتي اهلا ومرحبا بيهم. انا بس بعرفكم ان ممكن اي واحد يحاول سطح منزله او سطح بيته او البلكونه او اي مكان فاضي عندك، اي مكان بلكونه حته ارض حوالين البيت بتاعك، اي حاجه ممكن تستغلها في زراعه ايه المشتل. مش بس زراعة الزهور بس، انت ممكن تزرع كمان حاجات مثمرة وحاجات تنفعك وتعملك اكتفاء ذاتي. ده بطيخ اهوت صغير، فيه هنا زرع الناحية التانية برضه في ايه اكبر من كده. في دي ملوخية صغيرة اوي، دي ملوخية. ده نعناع، نعناع بتاخد انت جدري من الجذور ديت، تقلعها بجدرها وبعدين تزرعها هنا زي ما عملت تحت هنا كده اهيت. دي كانت عود النعناع بس ليه جدر، زرعته هنا في ايه في الصفيحة دي. ده صبار، وده نبات متسلق اهوت، ممكن يطلع الصورة او اي حاجة. وده برضه اكياس زرعت في الفجل. طبعا تقول الفجل متوفرة عند البياعين بتوع البذور، تلاقي هناك تقوي فجل، تقوي جرجير، تقوي بقدونس، كل انواع البذور موجودة عند ايه بائع البذور. ده صبار عمة القاضي، بفصل الزوارة دي عن الأم الكبيرة وبعدين بزرعها في ايه في كياس. بعد ما بتكبر باخدها انقلها في مكان كبير شوية لأنها بتحب المكان الكبير زي ايه زي الشجرة دي عمة القاضي. عشان رابطها كانت الشجرة اللي جنبها الهوا وقعها فربطتها ايه فيها. صبار عمة القاضي بيخلف حواليه كده صبار صغير، باخده انقله في اماكن ايه تانية. بس كده النبات طبعا لما يكون واقف بيبقى ايه كويس، انما لو وقع على الارض كده وميل
النباتات كلها شكلها جميل، النبات ده جميل آخر بيطلع زهرة كده جميلة كمان شهر كده لما الجو يبدأ يتحر، لأن النبات بيحب الحر. دي الفروع الميتة ديت بشيلها. ده نبات أو صبار عمة القاضي، وده نوع تاني من الصبار. ده نبات متسلق اهو بيطلع على السور. ده طبعا ريحان من ايه، من أشجار الجنة الريحان ده. الريحان طبعا النحل هنا مالي الأزهار بتاعت النباتات الموجودة هنا. طبعا النحل بيمتص الرحيق وبيجمع حبوب اللقاح عشان يصنع منها ايه، العسل. يعني شايفين النحلة اهيت ليها جيوب تحت رجليها كده محملة فيها حبوب اللقاح. ايوه النحلة اهيت، سبحان الله. النحلة دي بتاخد حبوب اللقاح تصنع منها شمع العسل، وبتاخد الرحيق تصنع منه عسل النحل. ده شجر ورد بلدي اهوت، شجر ورد بلدي اهوت. فينا وردة اهيت مزهرة، ودي مزهرة طلع وردة اهيت اهوت. طب لو واحد سألني قال لي نزرع ورد بلدي ازاي، زراعة الورد البلدي زراعة سهلة جدا. يعني انا من قيمة اسبوعين كده خدت وائل من الشجر، من شجرة كبيرة. طبعا ما عنديش هنا شجرة كبيرة، رحت المشتل وجبت عقل من هناك زرعتها اهيت اهو. دي عقل ورد بلدي وطلعت ورق اهو. ده الورق العقل بيطلع ايه، العقل بتاعت ورد بلدي. بعد فترة كده بتطلع ورق، ببدأ انقلها في ايه، في الشجرة الكبيرة دي. كان كبير واسع علشان تبقى كبيرة. يعني اي بذور موجودة عندك ممكن تزرعها. حتى انا السنة اللي فاتت كان عندي رمان، عملنا رمان عصير فبقى ايه بيزر، فقلت والله ازرعه اشوف هيطلع ولا ايه. فطلع الرمان، دي شجرة رمان، شجرة رمانة، شجرة رمانة تطلع. بس طبعا عشان الإناء بتاعها صغير مش هتكبر كمان متر وخلاص. إنما لو نزرع في برميل كبير، بلاستيك برميل كبير، ممكن الشجرة تطلع وتطرح. وزرع كمان هنا عنبة كده، عنبة، شجرة عنبة اهيت. شجرة عنبة طبعا الجيران اللي حواليها بيشوفوا الزرع ده فبديهم زرع. يعني اللي عاوز يزرع بديله زرع، بشجعه بالزرع. يعني عندنا شايفين
السيد قاعد اهوت هناك اهوت بيزرع، لسه جنينة طبعا صغيرة. أنا أول ما بدأت الزراعة بدأت بتلات أربع صفايح زي دول كده أو علب زي دول كده، بدأت إيه الزراعة. طريقة الزراعة في الأكياس، يعني الأكياس بتتميز عن الصفايح اللي هي ديت، الصفايح ديت بتصدي ما بتستحملش من كتر المية بتخش فيها، بتصدي وبتبوظ بسرعة. إنما أحسن زراعة في الجراكن البلاستيك دي، بس طبعا عشان أزرع مظبوط في الجراكن البلاستيك ديت لازم إيه أخرم ال اعمل فتحة تحت في الجركن من تحت عشان تسرب المياه الزيادة، لان المياه الزيادة ما بتتجمع تحت في الجركن او في الاناء المصنوع من البلاستيك، الجذور بتعفن وبتصيبها الفطريات. فطريقة الزراعة في الاكياس البلاستيك دي برضو، البلاستيك ده بيستحمل الشمس وبيستحمل كل حاجة، وممكن انقل الزرعة بعد كده اللي زرعتها ديت ممكن انقلها في مكان في اناء ايه اكبر من كده. زرعت ورد اهو، زرعت فين نعناع برضه اهوت، نعناع السعودي، نعناع السعودي اهوت. اول ما زرعت النعناع السعودي كان في الاناء ده، ماشي كان في الاناء ده، بدأت انقل منه وازرع في الاكياس، وزرعت هناك برضه في الجيركن البلاستيك الكبير اهوت. يعني حتى في نباتات بتطلع لوحدها من غير ما انت تزرعها، يعني عود الخبيزة ده مش انا اللي زارعه سبحان الله، طالع لوحده مع جاي مع التربة اللي انا ناقلها او التراب اللي انا جايبه ده جه معاه وطلع عود خبيزة. يبقى النبات ده متوفر له البيئة تحت مناسبة، من تربة مناسبة ووفرة تسقيه وتعرضه للشمس بيطلع بينمو زي الطفل الصغير بالظبط، ما بترعاه وبتهتم بيه وبتوفر له البيئة المناسبة بيكبر. احنا ما نعرف ازاي نزرع او ايه الحاجات اللي هي بتخلي النبات ينمو ويكبر، ان احنا ايه نوفر له البيئة بتاعته. حتى بنت جانا قالت عايزة ازرع ترمس يا بابا، فقلت ازرع ترمس يا بنت، زرع الترمس اهي، الترمس نبات الترمس اهو اهو، طلع انا بالترمس اهوت، زرعت لها بعض الاكياس فيها ايه ترمس. ترمس طبعا الترمس عشان نبات ما بينموش بشكل كبير، فممكن يطرح وممكن يطلع قرون ترمس، فحب الترمس في الاكياس الصغيرة دي. الاكياس الصغيرة دي تنفع لبعض النباتات ما تنفعش لبعض النباتات، النباتات اللي هي معمرة ما ينفعش ايه ازرع فيها في الاكياس، عاوزة حاجات كبيرة. تقول له على ايه؟ دي الخبازة اهيت. كنت هقول لكم انا زرعت كمان اللي هو الاناناس ده، تقول اناناس دوت. لو عامل زي البطيخ بس بتبقى الثمرة بتاعته صغيرة، وطبعا ما بيبقاش بيبقى لونه ايه ابيض من جوه مش احمر. ادي الاناناس اهوت، ادي الصبارة. ممكن ازرع اكتر من حاجة في اناء واحد، يعني ده مثلا ايه اهو زارع فيه حاجة واحدة، بحيث ممكن اديه هدية لأي حد عايز عليها ولا حاجة، اديله ايه هدية من الورد ده، او حد عاوز يتعلم الزراعة او بيحب الزراعة عايز حد يشجعه على ايه على الزراعة. وادي كمان شجرة عنب، طبعا لسه جايبها من قيمة شهر فلسه ايه صغيرة لسه. طبعا في جيركن كبير كده او اناء كبير علشان ممكن تطرح في الاناء ده، لان النبات بيحتاج تحته، يعني النبات ممكن يحتاج نص متر عشان ينمو، نص متر في ربع متر او في نص متر. لو حابين يزرعوا عنب او مانجا او خوخ او جوافة او اي حاجة، النبات محتاج بس نص متر
عرض في متر ارتفاع، يعني كل ما ارتفاع كان اكبر ماشي، لان جدر النبات بيحتاج التربة تكون حواليه تكون مغذية. ودلوقتي بقى في اسمدة عضوية بتنحط مع المية، يعني ما عادش الاول بقى الفلاحين بقى يحطوا سباخ كده وحاجات من ديت، ما عادش بيستخدموا احسن منها واشد منها، اللي هي ايه الاسمدة العضوية، بتحط في المية اما بترش الورق اما بتحط مع المية النبات تغذي عليه. فممكن تعوضه عن التربة الأصلية. فأنا بس حبيت أعرفكم بس على الجنينة بتاعت الحلوة ديت، على أساس إنكم كلكم تعملوا زيها. أنا ما كلفتش، أنا مش عايز أقول لكم ما كلفتش ولا قرش على الجنينة دي، كلها حاجات متوفرة. جراك البلاستيك اللي هي مخرمة بتاع ما تستخدمهاش في أي حاجة، ممكن إيه تاخد تزرع فيها. والتربة طبعا موجودة في أي مكان، يعني لو هما عايشين في بيت الفلاحين دول متوفرة عندهم، أو عايش في بقى مثلا في المدينة ممكن بتنشري تشتريها، ممكن تشتري فيه تربة صناعية أنت ممكن تصنعها بحيث تزرع فيها. يعني ممكن تجيب نشارة خشب على مثلا أوراق شجر على الحاجات دي وتخلطها مع بعضها وتسيبها فترة كده لغاية ما تتعفن وتبقى إيه تربة صالحة للزراعة، تبقى اسمها تربة صناعية. ده نبات اهوت، النبات ده تقريبا اسمه بوطس. النبات ده بنزرع في الظل وبنزرع في الشمس، وممكن تزرعه في المية كمان. انا حطيته مية في ازازة مية، قطعت من هنا كده وحطيته في المية، تاني حوالي سنتين تلاتة في المية، بس كل اسبوع كنت بغير له المية. النبات ده ممكن تشتريه من المشتل وينمو عندك وايه، وتاخد منه العقل بتاعته تحطها في المية، بتحط في المية بنحط في مكان فيه ضوء، يعني مش لازم الشمس، ممكن نحط في الصالة، يعني نحط في مكان يكون فيه ضوء بيستحمل مبياش على المية بس. النبات ده طبعا دي المظلة بتاعت اللي انا عاملها عشان ايه اقعد هنا في الشمس ولا حاجة. الإنسان لما بيقعد في مكان كله خضرة وكله زرع بيحس براحة نفسية، وبيحاول يشبع هوايته في حاجة إيه مفيدة. طبعا لو واحد سألني قال لي انت بتعرف ازاي نزرع النبات عطشان ومش عطشان، طبعا بص للأرض بتاعته كده، بص للتربة بتاعت النبات، لو طلعت ترابة معاك كده يبقى عطشان، لو طلعت طينة يبقى النبات ايه ما هوش عطشان. النبات لو شرب مياه كتيرة الجذور بتاعته بيصيبها التعفن وايه بتتلف. يعني النبات زي ده كده عطشان، ده بص التربة بتاعته كده في ترابة يعني. مفيش طين، يبقى فيها طينة كده تبقى ايه مش عطشان. طبعا زرعت ملوخية، بس الملوخية بتاخد وقت كبير على ما بتطلع. يعني الملوخية دي انا زارعها مع الفجل، الملوخية ديت هي نفس مزروعة مع الفجل ده في نفس اليوم، بس طبعا الفجل ايه سريع النمو، ينمو بسرعة. يعني الفجل بعد 3 4 ايام يبدا يطلع هو جرجير، انما الملوخيه بتاخد فتره وضعيفه في الامداد بتاعها، يعني ممكن تزرع كميه كبيره وتطلع حاجات بسيطه. دي الملوخيه دي، والملوخيه محصول صيفي بيحب الحر ما بيزرعش في الشتاء. ده بطيخ، ده شجرتين بطيخ اهوت، دول شجرتين بطيخ اهوت. زرعت السنة اللي فاتت شجرة بطيخ وطلعت بطيخ كبير وصورته.
طبعا دي عشان عطشانة كده، تلاقي النبات وضع عليه العطش عطشان. طبعا الحاج محمد جبر بيقول لي افتكرونا بشوية حاجات جميلة يا باشا، انا تحت امرك يا باشا. واي انسان يعني قريب من البيت بتاعي او من نفس البيت بتاعتي وعاوز اي نباتات يتفضل وانا اجيب له، او يقول له انا ابعت له. النباتات ديت يعني سبحان الله، النباتات بتتكاثر، يعني الجرجير ده بيتكاثر فممكن انقل منه. الورد مثلا بيطلع تقاوي اهو او شتلات، دي شتلة دي زريحة مع الفجل اهيت، بحيث لما الفجل اشيله يبقى ايه النبات بس الورده. فاي حد عاوز ورده واي شتلات انا تحت امره، لان نفس الناس كلها تزرع ويبقى عندها مساحه كبيره من الخضره. ودي شجر الزنزلاخت اهيت، بس طبعا عشان دي شجره معمره ما ينفعش تتنقل اكتر من كده في المكان ده، لازم تتنقل. وألف شكر على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.